مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. الجزء الأول من هذا العدد نناقش فيه مساهمة المملكة المغربية مع الدول الغربية في مكافحة الإرهاب، فيما نخصص الجزء الثاني لأبرز خلاصات تقرير اللجنة المستقلة حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. لمناقشة الجزء الأول من هذا البرنامج يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من باريس الدكتور عبد الرحمن مكاوي، وهو أستاذ جامعي بفرنسا وخبير في الشؤون الأمنية. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من مكناس الدكتور محمد أحداث، وهو أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الأمنية. دكتور أحداث أهلا وسهلا بك معنا. دكتور مكاوي، كان لافتا أن يقول وزير الخارجية الفرنسي أمس أنه لولا الاستخبارات المغربية لكانت فرنسا أكثر تضررا، كيف نفهم هذه الرسالة؟ أولا تحية لك أختي جوهرة، تحية لزميل أحداث. أعتقد أن تصريح الوزير الداخلية والبحار السيد جيرال دارمانا في المغرب كانت تصريحا قويا جدا يبرز متانة العلاقات والتعاون الأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. التعاون الذي لم يتوقف منذ استقلال المغرب رغم الصعوبات ورغم سوء التفاهمات ورغم الأزمات، فكان التعاون الأمني المغربي الفرنسي دائما مستمرا محتفظا على مستوى من التعاون في مكافحة جميع الآفات الاجتماعية كالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذلك الجرائم الهجرة السرية إلى غير ذلك من الجرائم الإلكترونية أو ما يسمى بالسيبريانية. فالسيد دارمانا أكد على أن فرنسا مرت من خلال صعوبات جمة في الآونة الأخيرة من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، قدرت ب 150 خلية إرهابية، ولكن كانت دائما بيانات وزارة الداخلية الفرنسية لا تعلن على الجانب الذي تعاون والذي ساهم في تفكيك هذه الجماعات الإرهابية في فرنسا. كيف ساهم المغرب دكتور مكاوي؟ هل هناك معطيات؟ نعم هناك معطيات ظهرها الوزير الداخلية عندما قال بأن لولا يعني مساهمة وتعاون الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية لتضررت فرنسا كثيرا من هذه الخلايا التي كانت نائمة وكانت تحضر نفسها للقيام بعمليات إرهابية وضرب استقرار وأمن فرنسا. إذن هي وفرت معلومات قيمة؟ بطبيعة الحال هذا التعاون يكون من خلال تعاون أمني سري وبمعلومات استخباراتية دقيقة تمدها الأجهزة الاستخباراتية المغربية إلى نظرائها في فرنسا. طيب سأعود إليك دكتور مكاوي لنفصل أكثر في هذه النقطة. دكتور أحداث أهلا بك. نعرف أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفرنسا مرت بفترة عصيبة جدا خلال السنوات الثلاث الماضية. تصريح السيد دامانا هل يعني أنه رغم هذه الأوضاع التي لم تكن سلسة تماما أن التعاون الاستخباراتي والأمني كان متواصلا؟ هل هذا التعاون يعني أنه استثنائي ولا يتأثر بربما المواقف السياسية في أغلب الأحيان؟ صحيح. مساء الخير سيدتي ومساء الخير لمشاهدي ميديا
وأرحب بزميلي الدكتور مكاوي من باريس. صحيح، لأن القيم التي تؤمن بها الدول تختلف بطبيعة الحال. هناك حدود دنيا لما تؤمن به كل دولة، والمملكة المغربية تؤمن بقيم تسعى إلى حمايتها والمساهمة في حمايتها والوقاية من الإضرار بها، رغم ما يمكن أن توصف به العلاقات مع حلفائها، مع شركائها، مع أصدقائها من أزمات صامتة أو معلن عنها. وهذا ما وقع بفرنسا. إذا ما تجاوزنا تجميد التعاون القضائي والتعاون الجنائي القضائي والتعاون القضائي في شموليته في تقريبا في 2015 بسبب الأزمة القضائية التي افتعلها القضاة الفرنسيون، فيمكن أن أؤكد رغم مستوى البرود، يمكن أن أتحدث عن أزمة دبلوماسية صامتة، والجليد الذي لف العلاقات المغربية الفرنسية، فأؤكد على أن التعاون الاستخباراتي والأمني ظل في حدوده الدنيا، لأن المملكة المغربية لا يمكن انطلاقا مما تؤمن به من قيم كونية وقيم إسلامية أن تترك عملا إرهابيا يقع وهي على علم بمعطياته، بسبب أن هناك تجميد أو برود في العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وأحد حلفائها أو أصدقائها أو شركائها. ويمكن أن أستدل حقيقة بوقائع وقعت بالفعل، وبعضها يمكن أن نطلع عليه، والبعض الآخر سوف يظل بطبيعة الحال في طي الكتمان. وهنا أستدل بواقعة مساهمة الأجهزة الأمنية المغربية وتنبيه شركائنا بفرنسا سنة 2021 في عز أزمة التأشيرات والأزمة الدبلوماسية الصامتة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، في وجود مخطط إرهابي يتهدد منطقة بيزير بفرنسا، وبالفعل تم تفادي إراقة دماء الأبرياء. وهذا دليل على أن رغم الأزمات الدبلوماسية ورغم البرود الذي قد يطال هذه العلاقات، فأعتقد على أن الدول فيما بينها تحتفظ بالقدر الأدنى من التعاون حماية لأرواح الناس ومنعا لإراقة الدماء. وأعتقد أن هذا هو ما دفع المملكة المغربية لتنبيه وتأطير حلفائها وإمدادهم بالمعلومات الاستخباراتية والأمنية التي كانت بحوزة المملكة المغربية في 2021 لتفادي هذه العمليات الإرهابية. طيب، إذا ما اعتبرنا دكتور مكاوي أن كلام وزير الداخلية أمس هو بمثابة رفع قبعة للاستخبارات المغربية، كنت معنا في أحد منابرنا في ميديا أن تي في عندما تحدثنا عن رسالة الإشادة التي جاءت من الاستخبارات الأمريكية كذلك، كيف تمكن المغرب من أن يكون فاعلا قويا في المنطقة وفاعلا قويا حتى مع الدول الغربية؟ ما الذي يعطي هذا التميز للاستخبارات المغربية، وما هو الاستثناء الذي تمثله بين الاستخبارات في المنطقة الإقليمية والدولية؟ هذا سؤال جيد أختي جوهرة وعميق جدا. الكفاءات المغربية وجديتها في البحث عن المعلومة الصحيحة، لأن محاربة الإرهاب والجريمة والآفات الاجتماعية الأخرى والجرائم الإلكترونية أو السيبريانية لا يتم بصفة عفوية، بل يتم بصفة يعني شاملة وشمولية، تبحث عن المعلومة الدقيقة وتتراكم عندها نظرة عن الجريمة أو عن مشروع الجريمة، ويكون التدخل في الوقت المناسب. فالأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية تراكمت لها أبناك من المعلومات سواء في الداخل أو في الخارج، ولها تغطية أمنية
على مستوى التراب الوطني وعلى مستوى أوروبا وكذلك في أقطار أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وخاصة دول الساحل. فالمعلومة هي السلاح الوحيد الفعال لمحاربة هذه الجرائم. فبنك المعلومات المغربية يعني والذي يتم تحديثه على مدار الساعة يعني هو السلاح الوحيد الذي يعطي للأجهزة الأمنية المغربية خصوصيتها فمقاربتها واستراتيجيتها أظهرت فعاليتها ونجاعتها. والغرب لا يعترف لك بالكفاءة ولا بالنجاعة إلا إذا حققت النتائج الإيجابية، ونحن نعلم أن الأمريكان ولا الكنديين ولا الإنجليز ولا الفرنسيين ولا الإسبان لا يعترفون إلا إذا حققت النتائج الملموسة على الأرض. فذكر الزميل أحداث تم فيها التعاون المغربي الإسباني الفرنسي في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وكذلك خلايا الجريمة المنظم العابرة للحدود. فنعلم أن فرنسا شنت حربا ضد شبكات تهريب المخدرات. الآن هناك سيطرة لبعض شبكات الإجرام، الكوسوفار والرومانيين والألبان ومافيا ديزيد الجزائرية على جنوب فرنسا، وهناك حرب فعلية يعني تستعمل فيها أسلحة يعني متوسطة وأسلحة ثقيلة في بعض الأحيان. فالمغرب والأجهزة الأمنية بما لها من كفاءة ومعلومات دقيقة مكنت الأجهزة الفرنسية من تفكيك العديد من خلايا الجريمة وخاصة تجار المخدرات في مارسيليا ونيس وأفينيون ومونبوليه وكذلك باريس. فهذه الحرب يعني بسببها اعترف الوزير الفرنسي للداخلية بكفاءة كفاءة الأجهزة الأمنية وخاصة الشرطة القضائية، يعني هو أشار إلى الشرطة القضائية وهو يعول كثيرا يعني في تعاون الأجهزة الأمنية المغربية في ضمان أمن الألعاب الأولمبية القادمة. فهناك تخوفات كبيرة عند الفرنسيين وخاصة الأجهزة الأمنية عندما تتحدث عن تنظيم هذه الألعاب، فهناك مناطق أمنية سوف تشملها منطقة باريس لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتعاون مع المغاربة الذين أظهروا كفاءاتهم في مناسبات أخرى ككأس العالم في قطر وفي مناسبات متعددة. طيب دكتور أحداث، أعتقد أنه سنكون أكثر دقة إن تحدثنا على استباق مواجهة الإرهاب وليس مواجهة الإرهاب. الاستباقية هي التي تميز المملكة المغربية. كيف بنت هذه المقاربة دكتور أحداث؟ كيف كانت المحطات الفارقة التي جعلت اليوم المغرب في الحقيقة مرجعية في مواجهة الإرهاب، في استباق مواجهة الإرهاب؟ صحيح، ولكن أعذريني قبل الإجابة عن سؤال أن أتمم معلومة مهمة جدا فيما قاله زميلي الدكتور مكاوي، وتتعلق ببيانات نشرت من طرف داعش الدولة الإسلامية تتوعد فيها الألعاب الأولمبية. أعتقد على أن فرنسا أخذت على محمل جد البيانات، بيانين على الأقل تم تداولهما منذ زمن يسير في وسائل الإعلام الدولية، أن هناك تحذيرات من هجمات إرهابية تتهدد وتتوعد ألعاب الأولمبية صيف 2024 بباريس، وفرنسا تأخذ هذه التهديدات على محمل جد. هي تعلم القدرة
اللوجستيكية والتنظيمية للجماعات الإرهابية لإلحاق أكبر أداء ممكن بأكبر تجمع أو محفل رياضي عالمي الذي هو الألعاب الأولمبية. فإذا طبيعي جدا وليس تحقيرا أو تنقيصا من كفاءة الأجهزة الأمنية الفرنسية أو الغربية، ولكن مطلوب كما قال السيد وزير الداخلية، مطلوب أن نضع اليد في اليد من أجل مواجهة الأحداث قد تكون أليمة ونتائجها كارثية. ووزير الداخلية الفرنسي ركز على ثلاثة أمور أتت على لسانه وقالها، قال أن الأجهزة الأمنية المغربية تقوم بعمل استثنائي على الصعيد العالمي وهو أمر مشهود به. ثانيا قال بأن لولا المساعدة الأمنية المغربية لكانت أوضاع فرنسا أسوأ مما هي عليه الآن فيما يتعلق بتفادي العمليات الإرهابية، ولهذا السبب تلتمس فرنسا المساهمة في تأمين هذه الألعاب الأولمبية 2024. واضح تماما. ننتقل إلى الخطة الاستباقية أرجوك. المملكة المغربية كانت من ضمن فيما يتعلق بتطوير المبادئ التوجيهية أو المؤطرة للفكر الأمني ببلادنا ولطريقة اشتغال الأجهزة الأمنية، بحيث أنها بنيت بالأساس الاستراتيجية الوطنية للمملكة المغربية على المقاربات الوقائية والمقاربات الاستباقية. ويجب أن نعلم سيدتي بأن أي مقاربة أمنية وقائية أو أي مقاربة أمنية استباقية كلها تنبني على مقاربة مبنية بالأساس أولا وأخيرا على العمليات الميدانية، وهذه العمليات الميدانية تتطلب مجهودات خرافية من أجل جمع المعلومات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية ومقاطعتها وتثمينها وغربلتها لإمكانية أن تصل المعلومة الصحيحة إلى حيث يجب أن تصل وفي الوقت المناسب، لأن التدبير الزمني مهم تماماً جدا. نعم تماما، وهو ما وقع للأسف في أحداث 11 شتنبير بنيويورك، لأن لو كان هناك عمل استباقي على أي حال، أنا لا أقيم عمل الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، ولكن هناك هفوات أدت إلى تعطيل وصول المعلومة الأمنية إلى حيث يجب في الوقت المناسب، لأن بعد حدوث العمليات في نيويورك وصلت المعلومة متأخرة بأيام عديدة. لذا أقول على أن جيد جدا أن تبني المملكة فلسفة مقاربتها الأمنية لتجفيف منابع التطرف وثقافة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة على العمليات الاستباقية، والتي تنبني بالأساس على مقاربة ميدانية. شكرا. مبدأها الأساس هو جمع المعلومات الاستخباراتية وغربلتها وإيصالها إلى حيث يجب أن تصل. طيب دكتور مكاوي، نعلم جميعا أن المعلومة الاستخبارية ليست مجانية، العمل الاستخباري هو عمل مكلف جدا. ماذا تستفيد المملكة من هذا العمل الجبار الذي تقوم به في هذه في المحافظة على الأمن الدولي؟ بالمقابل هل تستفيد المملكة المغربية من تعاون الآخرين مع، خاصة وأن الجوار حذر جدا، الجوار صعب جدا، ولا أعلم مدى هل هناك تنسيق أمني فعلي بين دول شمال إفريقيا؟ أولا ينبغي التذكير بأن المعلومات تأتي من مصدرين أساسيين، المصدر البشري، فالمغرب مجتمعه مجتمع طارد للإرهاب وللآفات الاجتماعية الأخرى. ثانيا المصدر التكنولوجي، الكفاءات الأمنية المغربية تسيطر سيطرة تامة على شبكات التواصل الاجتماعي والفضاء الأزرق، إضافة إلى التعاون بين الأجهزة الاستخباراتية للدول الشقيقة والصديقة. فالسيد درمانا صرح بأن فرنسا على استعداد
في مد الأجهزة الأمنية بوسائل تكنولوجية متطورة، ولكن هذا لا يكفي، لأن المغرب له خصوصياته وله مقاربته واستراتيجيته، فيمكن توظيف هذه الإمكانيات في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية والجرائم الإلكترونية. ولكن المغرب كما أشار الأستاذ أهداف له خصوصياته ومقاربته الخاصة، فعلى مستوى جمع المعلومة، على مستوى تحليل المعلومة، وعلى مستوى التدخل المناسب، وعلى مستوى التغطية. وهذا عمل جبار دكتور مكاوي، أريد أن تتوقف عند هذه النقطة المهمة، لأنه على حسب ما نقرأ أنه لمراقبة شخص واحد يجب تجنيد 12 شخصا لمدة 24 ساعة كاملة. أريد فقط أن تؤكد كم صعب أن تحصل على المعلومة الاستخباراتية. من 12 شخص إلى 24 شخص يمكن تجنيدها لمراقبة هدف واحد. طيب. هذه الأعمال يعني المكثفة يعني كما قلت تدور على مدار الساعة، هي مكلفة ماديا وبشريا بالنسبة للأجهزة المغربية. فالمعلومة أختي جوهرة مثلها مثل سلعة في الأسواق الاستخباراتية والأمنية، سواء على مستوى التبادل بين الأجهزة حسب قيمة المعلومة، فكل معلومة لها قيمتها الأمنية والاستخباراتية بين الدول وبين الأجهزة الاستخباراتية. ولهذا العمل الجبار الذي تقوم به السلطات الأمنية المغربية هو الذي يعطي لسلعتها إذا شئت يعني قيمة مضافة على الأجهزة الأخرى، ولا يمكن تقييمها تقييم ثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحماية أرواح بشرية. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن مكاوي على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك للدكتور محمد أحداث الذي كان معنا مباشرة من مكناس. شكرا لكم مشاهدينا، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا، سنعود إليكم في الجزء الثاني.